شاب طموح يسابق الزمن للوصول إلى مبتغى. عز الدين العزازي لاعب تنس الطاولة بنادي أمل الأربعاء، تركيز كبير وتحضيرات مكثفة، الهدف تحقيق نتائج إيجابية في الألعاب المتوسطية المقبلة. والحمد لله دوكا انا ولينا تدريبات، رانا صباح وحشيه ان شاء الله منا الالعاب البحر الابيض المتوسط نكونوا واجدين ونشرفوا الرايه الوطنيه ونرفعوا ان شاء الله العالم الجزائر ان شاء الله. جائحه كورونا لم تثني عزم عز الدين عن مواصله التدريبات، رغم ان الوضع الاستثنائي يصعب من رسم برنامج يومي للتمارين. كورونا أثرت علينا بزاف، خاصة من الجانب البدني من الجانب التقني. كيما احنا توحشنا بزاف التدريبات، والحمد لله اليوم ولينا بشوية ورانا نتبعوا في البروتوكول الصحي. العضو الجديد في الفريق الوطني أكابر لا يكل ولا يمل، هنا لا يوجد للتعب مكان، فبرفقة المدرب يستعد هذا الشاب وكله أمل في رفع الراية الوطنية. التحضيرات تاعنا راهي بالتنسيق مع الاتحادية، حنا إن شاء الله حنا متفائلين خير في المشاركة هذه، وهي بطبيعة الحال حتكون حافز ليه في السنوات المقبلة باش يزيد يخدم ويزيد يسي إن شاء الله يحقق نتائج أحسن. عز الدين وأمثاله كثيرون، كلهم ينتظرون بشغف الموعد الرياضي في الباهية وهران لكتابة أسمائهم من ذهب في سجل رياضة التنس الطاولة.